لاورزم هست لخدمت بینران و بیسرانی خوشویسی کانال ایسکرا. من از حسین زاده برنامه ایم روتان پیش کشکم. برنامه ای کتر لبرنامه کانی ایسکرا. موضوع برنامه ایم رو لمورد کول بران و فجای و مشکلات کشتار کول بران به دست جمهوری اسلامی. لبرنامه ایم رو گفتگوی کمان از لطک مینا بهروزی و حجار علی پورا. جنایت علیه کولبران اشه کوتایی پی بید. دم برنامه مقدمه که ایجم در مورد اوگا گرک من روانده ایک من بیلا یک ماهی گذشته و کشتار و جنایت که جمهوری اسلامی نسبت به کولبرگل انجامید. سریکلم کولبرگل ایوب محمدی، نازم سفری، احسان نوروزی، ریبوار رشیدی و کیان زینی با تیرانازی مستقیم نیروگل مرزبانی جمهوری اسلامی لایران و مناطق مرزی کردستان لشهرستانگل مریوان و نوسود و سردشت با قتل گیگن. بم ترتیبه برپای گزارشگل که لحد فاصله 5 تا 7 سال گذشته توسط ارگانگلی و نهادگلی که پیگیر وضعیت کولبرانن گزارش دریاگه که حدود 1800 نفر کولبرگل توسط جمهوری اسلامی یا کجیاگن و یا مجروح بگنو ایتر شرایط انجام هیچ کاری کشیان نوگه. گفتگوی امرو من لسر مسئله کولبرانه نسل کشی که عینی و علنی جمهوری اسلامی نسبت به کولبرگل روز به روز خرابتر و دو روز به روز بیشتر ام شرایط یعنی ادامه پیدا کرد. بخیراتی هزار بو برنامه که من سلام و روز زور سپاس در خدمت ایوا و بیناره برنامه کانو و حسین مینا بهروزی عزیز. هزار هر روز اخبار و فجایع دردناک می‌بینیم لکشتار و مجروح کردن کولبرگل توسط جمهوری اسلامی. بوچه تیفه وسیع مردم لکردستانه با وصفه که ازانن کولبری به هر حال خطراتی که از چه گیانی چه مجروح بون ولی بعضم اچن و امکاره انجامن. ایا بجز کولبری واقعا امکان درامد من بعد درامد ایتر یا شغل ایتر وجودی نیا؟ هر اوزوری که اشاره بکل او امریکا برحال دیاره صدر صدیش دقیق نیه برحال ولی نوات نوات و هشدر صدی او امریکا که برحال بلاو بطا و بلاو دیبتو روزانه مدی بینین در سوشل میدیا و لیش هیرو لیوه برحال کولبری خاصی هیچ انسانی کنیه هیچ مروبی هیچ کس پی خوش نیه او رگا مشقت باری انتخاب که بو بعد از سینان یک لقمنه و بازین دو مانوی هزاران رگای دیگه هیا که دتوان مثلا انسان روی لینه لو ایشا انخابی که بتوانی برحال بجیو جیانی خوی برس بینی بزا سپی من خوش بی سقبول من بی یا برگای دیگه بلام اوه نانی که شرافت مندانه یا که او انسان از عمد کشانه که بنیو کول بر دسن رو لشاخ و چیو به سر میم و گرمه و سرمای زستانه دا و سنگی خوان سپری گلی او زنیات کران دکن له سر نوس مرزکانو لو پاسگیانه که بس صدام پاسگل سر اصری شهر مرزکانی کردستانی در حالی عزیده چند برابر بولید چند سال را بدوش ده مزبورن دران پیش و بو اوی که لبرستان نمرن و نانی شرف مندانه بین و سر سفری مندالکانیان بنا مالکانیان اما کولبرانی مندال من هی کول جنی کولبر مندالی کولبر که بزگی درس بندن هر این کولبریا چون که تنها من بعد رامدو والحالي حاضر ده مسؤولي نان اوري ماله او من داليا كه عزيزه كي خويل دز ده يا بيدا يا فلز بويا برحال هيس نان اوري كي ديكا يعني وهيس امكانات كي ديكا يعني دليلي اوي كا او كول بري استا كان هيا فديدي كي ومحزلي كي زور ناخوش و نگران كوننده و هروها دلتا زين كا روجانا شاهد يا وزنياتو كشت كشتاراني كا ليدا كويتو هين اوه که هیچ منبعی که درآمد وجودی نیست. اوه که هب و بسرا و
مرزی قانونی وجودی نیه. سال های سال است هیچ مرزی نما ولا کردستان را هر وی که لدوا وی که هر مثلا 13 سرد سالو پیش او کاتی که بو خوشم هر لیه بو حینان خیلی که ایشی اوی بون کول برینه بو کادیار بو بماشین و بوانیت او ماشینانی که لشارکانی کردستان بو خوان دزاین و ماشینی باری بون کرمان دکل لدوا وی دا که اوانه نما رویان لکاری کول بری که يعني بأصبو إس أوانش يعني أنا أويش نما هيز رجاج نما أوزا بكل يعني أو بشرة هر كل نادا شو كان نهيه برسيب نهيه من دالكان برسيب نهيه من دالكان معتز من ونهيه رول لكاريكي قيزون وناشين أو أنا بدأ ك وكو أوانيك زاشن ولا أوانيش ولا روي مثلا برعال رجاج زاشي تيها إن خاكو دو موزدور ما نير كبر من هلا خريكا فتويد دا مثلا مزقتو شو كان أوش باري خيو دقيلة شو هر كسر رجاج إن خاكو وليونانيك شرف المندانة إنسانيك شرف المندانة شرف المندا اللي بدأ برجيرن ولا روين خابك إزباليو كبيانس تحمل كراوة حكومتي كيس فاشيز دي تبيس جرو زنات كارو سركوت جري سرماي إسلامي لإيران دا وأورجاء كز أمدي تو ما ناس إنسان هيك زور بس سواد الشريف وانك أكاديميك إن ده واقع ده وانك حتى رد هاي بالله تعسيليش يعني هي كارنامه كي زور جوان مستوى إنساني استمعانية ولی لروی ناساری و دوباره هر او رگه اما و که این خبی که ازباری رویان بگید. ممنون هزار. مینا بخیراتی با برنامه کمان. در سپاس دکم. سلام رزم های با ایو و با هجار علی پور و هر وحا با بینرانی برزی و برنامه. ممنون. مینا هر وحا لأول برنامه کو توضیحم دا گوشگلی لشرایط واقعان دلتزین و نگران کننده براسی و ناراحت لمورد کوبران و توضیحات اگم دا سوالکم اوا پرسم لیو اشی چکین که بتوانین جلوی ام کشتارا واقعان جوان مردانا و قتل گلا اتوانین بگرین و ریگه سازماندهی کولبران و متشکل کردن یعن به نظر ایوه چس؟ بلر وک خوشتن لمقدمه دا اشارتان پیکرد و هر وحا هجاری علی پور اشاره پیکردی شغل چی شرافت مندانه یا جمهوری اسلامی دهه وی اولا رگای نهیله تو بغیر زاشتی یا مثلا خلق فشاریان با بیو افسور دبنو پنابرن بو موادی مخدر و معتادیان که تنها خب رژیم تایستا لو تلو پین سالی دا که حاکم بو دبینین که بغیر سرکوب و بغیر از اوی که بی بزور کنترولی دا ما عبد از بگری کاری چی وای نکردو بو عبادی بو به اصطلاح بو ایزادی کار بو وی که مثلا اقتصاد چی پایی دا مزرینه که با ایسی کار و شغل بی بو خلق و خلق به اصطلاح انتخاب انتخابی انها به چه انتخاب کن کول برین هر وقت اشاره پکرا راسته که انتخاب نیا زوره به زوریه یعنی بوی که لبرسان نمرن یا بوی که یا ترزیح دادن او کار سخته بکن نه اوی که بتن جاسوسی بکن با رژیمه که خریکی کشتو کشتار و سرکوبه بلام رگه که اوانیه تا ایستا رژیم کاری چی وای کردو که خلق هیت انتظاری کن لدولت نبیه که ایزادی کار بکن و فقط بترس فقط بترس لو ده ترسين كان ما بعد مثلا بقولي هجر اللي كل شرف يعني ده دمت داشيتي وجاسوسي بكن يا مثلا مخانو هذا كان احتياج نبي وابسرد نبنو نتن بولاي موادي مخدر او انا حاضر جانا لسر بريد استندان ويك بسر بلين دي بجين بلام ترسكش بلان بترسويا اصلا جان لكردستان بترسويا جان لكل ايران بترسويا او ترسى الرجيم بزوري سركوب بو خلقي القا كردو بلان او اما توندو توانين سازمان دهي بكين كتاد من بموايا دبيا اما خوة من سازمان بدين وانتظار من هبه لو دولته او خلقه تبه انتظاري هبه رجيم تاستا جوابي نداوته وفقط سركوبي كردو و اوه تاستا وجوابي دا او جوابي داوته بو رجيم بخاطري او ترسي خلق جانا لسر بري دستي دادنين و درون خوان بكوش دادن
بەڵام بە جێگای ئەوە دەتوانن بە کاریابی ئیداری کاریابی ڕژیم لە هەر شارێک من پێم وایە هەیە مرازعە بکەن، داوای کار بکەن بە تۆری دەستە جەمعی ئەو کارە بکەن. ئیتحادیە شۆڕا بە وجود بێنن، بڵێن ئێمە ئیتحادی بێکاران ئەمە کارمان دەوێت، پۆلبەری شغل نییە، ئێمە ئەوە شغل نیە، یەک دوو ئەمنیەتمان نییە. یا ئەمنیەت دەبێت ئەو دەوڵەتە وەزیفەیەتی کار و ئەمنیەت بۆ خەڵکەکەی ساز بکە، حکوومەت دەکا، سێ قوەی مجریە و مخەنەنە و مجریە و قەزایەی دەبەردەستیدایە، ئەوە وەزیفەی دەوڵەتە ئەو کارە بکە. و ئێمە ئەو تۆپە بە جێگای وی کە فەرمانی کۆڵبەر گیانمان لەسەربەری دەستماندانین، داوای کار لە جمهوری ئیسلامی بکەین. دەوڵەت مەسئولی ئەو کارەیە، دەوڵەت دەبێ ئەوەی پێ تەحمیل بکەین ئەو مەسئولیت. ئەو دەمی وەختێک هەزاران کارگەر کە دێن کە کاریان دەوێ ناتوانێ هەر واشلیکیان لێ بدە، بڵێ ئەوانە قاچاغچین، ئەوانە بێکارن، کاریان دەوێت لەو دەوڵەتە. من پێم وایە تا ئێستا بەرخوردی خەڵک، یعنی ئەوەن تاوزیگایکە بە کۆڵبەران دەگەڕێتەوە، بە کۆڵبەری دەگەڕێتەوە، ئەوە نەبوو کە دەوڵەت بە مەسئول بزانێ. مەسئولیەت قبول ناکات جمهوری ئیسلامی، وەلی دەبێ پێی تەحمیل بکرێت. هەر وەکو جمهوری ئیسلامی ئەو ژیانە تاڵ و ناخۆش و سەختە بە خەڵکەکە تەحمیل دەکا، بۆ کۆڵبەرانی تەحمیل کردووە. ئەوە ئەڵبەتە بە ئیتحاد، بە سازمان یافتگی، یعنی بە ئاگاهی بەدەست دێ. بەڵام هەر یەک لەمە کە کۆمە لەو کەسانێک کە کۆڵبەری دەکەن حازرن جانیان لەسەربەری دەستیان دانێن، من پێم وایە دەبێ ئەرزیشێکی زۆرتر بۆ خۆیان دانێن. ئینسان دەبێ ئەرزیشی هەبێ، وەلی کۆڵبەری هیچ ئەرزیشێکی بۆ ئینسان دانانێ. کۆڵبەری لە دوو جاهەتەوە بە نەزەری من، یعنی ئینسان نابێ بیکە. یەک ئینسان بەڕاستی دەو گەرمە و سەرمە و شاخ و داخیدا چۆن دەتوانێ بارێکی ئەوەندە سەنگین کە دەبێ بە ماشێن هاتووچێ پێ بکرێ لەو شاخ و داخیدا حەملی بکە؟ ئەوە خلافی شەئنی ئینسانە. دوو، یەک ئینسان ئەرزیشی هەیە و تازە با وجودی ئەوەی کە دەبێ بە نەزەری من دەبێت تەقدیر لەو کەسە بکرێت کە ئەو کارە دەکا کە بە ئیسلام نانی شەرافەتمەندانە بخوا. بەڵام ئێستا ئەمنیەتی جیانی نییە. دەر نەتیجە ئێرەدا ئەو ئینسانانە جیانیان ئەرزیشی هەیە، ئەرزیشیان هەیە ئەو ئینسانانە. دوو، حەقیان هەیە کە کارێکی سەیف، یعنی ئەمنیان هەبێ لە موحیتی کاری، ئەمنیان هەبێ، ئەمنیەتی شغڵیان دەبێ. ئەمنیەتی شغڵیان نییە دێرەدا، وە کار نیە، بێکاریە. هەمووی ئەوانە دەبێت تەقازا بێ، دەبێت بنووسرێ و بە عنوانی داوا لە دەوڵەت بە ئیداری کاری جمهوری ئیسلامی دەبێ ئەوە داوای لێ بکەن. بە هەر حاڵ ڕێگاکە ئەوەیە کە متەحد بن و دەوڵەت بە بەرپرس و مەسئول بزانن کە وەزیفەیەتی کار ئیجاد بکەن. بەڵێ، ممنون مینا لە تەوزیحات. و هەژار ئینتیزار ئێوە لە جامعە، لە خانەوادەگە، لە دادخواهی کۆڵبەران و حتا خود کۆڵبەران بۆ بە حرەکەت دەراوردن جنبشی ئەترازی بۆ ئەم وەزعیەتە ئەسەفبارەکە کۆڵبەران هەسیان چس؟ دەنگت بەستراوە، ساکت میوتە. ببەخشن، هەر لە مەرعەلی وەڵدە دەمێ ئەوەندە تەسهیکەم و بۆ بینەران و بیسەرانی عزیزی ئەو بەرنامەی کە کۆڵبەری کە دەڵێین کۆڵبەری ئەسلەن لە نەزەری ما کە بەڵێن شغلی شەرافەتمەندانە، ئەوە یعنی انتخابی شەرافەتمەندانەیە. بۆ من بە حاڵ کۆڵبەری لە دوو کۆڵبەری نادەین، یعنی کۆڵبەری لە شائینی هیچ کەسێک دانیە تا تەشویق بکەین و بڵێین مەسەلەن ئەو هەیە. بەڵام لە ڕۆژێکی وەک ئەو ڕۆدا لە سیاسەتێکی کە کۆمەلگای کوردستان لەلایەن حکومەتی ئیسلامی و متعاملێکی ڕەنج و فەقر و فەلاکەت و بەدبەختی برسێتیە، ئەو لەو بارەوە ئەمە دەڕوانین و ئەو تاریفەی بۆ دەکەین. دەنا کۆڵبەری لە شانی بەشەری ئەوڕۆدانیە و هیچ ئینسانێک نابێت لەو کارێ بکە لە ڕووی ئیزبایشەوە کە ببێ. ئەگەر کۆمەلگایەکی ئازاد و بەرابەر و ئینسانی هەبێت، ئەو ئەسڵەن دەبێ وشە لەغو ببێت و هەر نابێ هەبێت. بە عنوانەوە دەبێت ساختارهایەکی ئیجتیماعی ئیقتصادی و تحصیلی ئەوانە پێک بێت کە کۆمەڵگا بەرەو پێشەوە هەنگاو هەڵێن، نەوەک بەرەو دواوە. ئەوە
لمرحلة دواج ده سؤالكت برحل بنظري من هر إستا كان بنياناني كي سيستيمي كي شوراي كوميتهاي كي شوراي انقلابي كل برا وكو كري كاران هيانا خوين كاران هيانا أوانا هيانا كل بيشو تبدأ هابو لدوراني إسلامي كا دز بكوشتارو هيرش كردن بسر كردستاني كرد لصناع لشاركان ده أوكاتي بنكهاك وبنكهايكي شوراي بيكادو اقدر انه ساوي لي انقلاب اكتوبر كين لاداري شوراي بوكا او حتى سركارو قدرتي بدسنا هر او شعارك عبد الله قدره بدسي شورا هر او اللي ورا دس بركري بلان سون سر دغري لشورا دبي او كل بران هم كري كاركان حتى اواني كدات خان دات وازا كان خانواد كان قرباني كان هم لقال يك هم يك او شوازك يقدر دوران زيكين وكمالغاكي پر لبرين هاكي ساريج نكراو تاورو كانا بهزاران انساني عزاري خوازو كيكوشر ومبارز وشريف بدست او هزا سركوت غري اسلامي او رجيمة فاشيست وتيروريست او جيانيان لستان دراو جيانيان رشو تاريقوا همو دتوان يك بگرنوا كل براني كردستان يك بگرن شورا كان تان بيك بينن او هنگاوي اولا ودتوانين هالليل ذا دزبا وكويك ديت مان لش فزاحكي كهات بيش وكو بولرز او سيلو او انا كهات كردستان دي مان حمو خلق دس لني ودس يك ذا كديان حكومتي كي فاشيستي دس حتى حكومة كانش عند ذيك رواني شاركاني او حوادث كتي ذا هاد بيش ولي خلق دس لني ودس يك هروك دسن زنجل كان دكو جنو معيت زيست او لغري وتلاش يك تروا او نان بس كردن لقال يكتر ده دوان قدرتي كي لبش ساو بيك بين دروس كان بين سر شقاق مكان وبن كان ليه عدس بيدا كده كأو قدرتي ديني تسر خيابة أنا دش بكون ماري إسلامي دي بعد بيشوا بو سر نقولي جمهور إسلامي بس قصة كهل سر ويا كا بن كهيك وكشور هيك وكميت هيك انقلابي بيك بيت دو سر نفرس وان نفر لديهات وشارو قنت حمو بيك وهو زنزيريك وكو سيم خارداريك دتوان أو غري أنا ببص نبيك وغري بدين و برنگار بو نوع حکومتی زلادان و فاشیستان اسلامی. ممنون هزار. مینا وضعیت کنونی جمهوری اسلامی و چونه بینن؟ این افکر کنه جمهوری اسلامی با سرکوب مردم با اذیت و آزار مردم و حتی کشتار مردم به نظره و اتوانه دوان فتره کی بید؟ من پیما جمهوری اسلامی لوتی هاتو تا سرکار لو تأرزيه تلو بين صالة دا زورتر وكو دجمني خلق برخورتي كردو لغا الخلقي إيران وطا يستا تلو بين صالة هستاني تواني وصابيت بي حكومتي جي صابيت نبوا قد بكشت وكشتارو زندان كردنو شكنزان نسل بنسل وطوار دا هيا طوار نسلي فقط سركوب دكا هر وقت ل اول دا دوای شر ایران عراق که تواب و زمی زهری ان به اصطلاح آنا میشی جان کرد در مقابل ده هاتن سالی 67 هزاران هزار نفر ان زندان کان دا که حکم مرگت بو اعدام کرد الانش دبینین که لو انتخاباتی دا که رژیم بری و بردو شکستی خواد و با آمار دلاش تاو حوت درصدی خلق لسراسری ایران در شرکتی هن نکرد رژیم هیچ مشروعیتی چینی لین خلقه و رژیم جوه دزانه فقط بزور ظلم و زوره بسرکوبه بلان ایستا دبینین باوجودی وی که او همو سرکوبه بکرده یعنی خلق روش بروش متحد تر دبن ایستا خلق ایران لسراسری ایران و تایبتیش کردستان و او گیشتون که با اتحادی خواهن و با اتحادی سراسری دتوانن رژیم پاشک شپیب کن یا بو سرنگونی هنگام حل بگرن. بنابراین با اسلام مسئله که قدیمه و دالا هموشتیک هم هر تنافیک لنهایتی باریکی دا دفسه بلام ظلم لنهایتی استوری دا و زور زوری دا دفسه. جمهوری اسلامی هر چی زورتر او سرکوبانه دکا رنگ لسام روژ بسلا عمری ننگینی دریش کاتوا بلام او خلق هراو دانانیشن زور بی زورتری او قیمون نفرتانا او غمانا تا
تبديل دبن بخشم بخشمشي فعالانا ومتحدانا ورجيم باشك شب بيدا كانوا لنا هاي الدامن بمايا هنقام هل دجن بو سرنقون بنابرين أو رجيمة بس سركو بناتواني وتاستان نيتواني وهر وقت نمون نشمنا حجابي جنان ساوليكا يا خلق ترسيني إصلا دبينين لخودي زندانا كان دا اعتصاب دكريا لخودي زندانا كان الآن اعتصاب بر إليه حكم إعدامي توار جنك كدراوة دو يبدو حفته دا ومقاومتي دامة أو جنان روش بروشر وقتم انقلاب متحد تردبيا وأو خشمة بالخدمات الجمهورية الإسلامية نابودك. ممنون مينا. هذا شو بيان غوصنة شو بيان واضح قد هو بمردم كرسان بو هم بس تجيج الاجتماعي وجنبشكل ترازي ومبارزات عليه الجمهورية الإسلامية هس. بيان من بو خلقي شورجيرو مبارزي كردستان بو همو أو خلقانيكا با خوینی سوری خویان الله شورش یان تورکان هلگرتوا هلگرساندوا و روش بروش او الله بر فراونت د بیا زیاتر د بیا پری پد دال ناخی کوملگاوا لبن مالکان دا لحمو خانواد جیان بخت دوکان دا و هم او خانواد انیکا بش یکی لا شری بستوار روجه شاری سنند سنی سربرس و هر واکوسی مریوان وهروها انقلاب جن جيان آزادية و تاريخاً و تأوركان بيوز بون لقل إدابون لقلو تاريخا برف تاريخا بر لإفتخارو بر لقارمانية تاكا رجيمي فاشيستيان بسوق داهناوا يعني اگر او مبارزاتانا او شورشاني خلقي آزادي خوازي كردستان و زماري خلق و همو او هزي قلب لكوملقادة بطيني كريكار و زعمر كجبا بن ماليزيا بق كدوان واخوين كاران هم وان لقال يك نبويا كردستان استخ خ خ كور كرابو بدس زنات كاران زمور اسلامي وا وبويا هاو كاريو وهروها اتحادو هم بستگي همو كومل جاي كردستان دتوانيت رولي كي ديك لقارمانيتي ولمبارزه ولشورش بو كوتاي هنان بحكومه الاسلامي دال لخوي بغريت وايما باورمان بوهيا همو مان لقال يك وبا اتحاد يكتر وابا هاوكاري كدن يكتر بسردان يكتر بهر زور هاوكاري هاوكاري كدن اواني كسي كان لزندان دي اواني كسي كان فلزة اواني كسي كان فربانيا هيس وقشت يكتر بنا دين و ايما ايما ان كتتوانين حكمتي جمهوري اسلامي حكمتي قاتلان اسلامي بسوق داب دينو بو هتا هتا يكوتاي بو كابو سبينين ممنونم هزار زور سپاس تانکم که این رول برنامه که تر لبرنامه کانی اسکرا شرکت تان کرد زور سپاس بینران و بیسرانی خوشویسی برنامه اسکرا و مخصوصا خانوادگل دادخواه کول بران و خود کول بران ایمه به واضحی و روشنی برها و برحال ام برنامه گلا و تگمانه که تنها ریگی نجاته و اتحاد اتحاد اتحاده هم بستگیه اونا به تنها بما اکتفاکن و تنها توقعتن لأپوزوسیون گل و احزاب خارج لکشور بی اشه خودتان دست بنا دست یک و اتحاد اکتان بیت و جنبشکل اعتراضی رو به جمهوری اسلامی انجام بن تشکیل شورا بن تا بتوانن لمقابل قتل و کشتار و جنایتی که جمهوری اسلامی برانبر ایوا کول برگل خانوادگل کول بران انجامات قدرتمندانه بیسن ممنونم که امرو بینرو بیسر برنامه ایما بون شو روژه که خوشتان با عرضوک